ثقافة خاصة داخل مصر، لينا تعليقات نتكلم عنها في بعض. طب كلمني عن بيتك النوبي، فاكر ايه عن النوبة؟ انا ما عشتش النوبة كمدينة، عفوا يعني عشان ما نتكلمش اقدر اقول لك. طبعا عشت اطلال النوبة. حياتي اليومية في بيتي في أسوان كانت كده، لأن جدودي وأبويا وأمي نزحوا من النوبة في بداية الثلاثينات، فكان عندهم رؤيتهم في بناء البيوت وبناء، فأنا عشت مدينة داخل قرية أو قرية جوه مدينة، فعشتها بتفاصيلها في ظروفها في الأفراح في العادات في التقاليد، فما أقدرش أقول إن أنا انفصلت عن المجتمع ده، عشته ومارسته وشميت ريحته. يعني اهم ملامح المجتمع ده كانت ايه؟ المجتمع طيب امن وتغدر بيه. هو ما تغدرش بيه، ما يعني ما يعني صفة الغدر دي انا يعني ما انا مش موافق عليها. يعني احنا كان في حلم قومي، حلم كل مصر حباه، هو بنى السد العالي والخير اللي هيجي منه والوعود للنوبيين تحديدا بان هي الجنه الضايعه. لكن احنا كنا مدركين اعتقد يعني، او هم كانوا مدركين ان كل تضحيه لازم ليها ضحايا. لما بنينا الاهرامات كان في ضحايا، لما بنينا السد العالي والقناه السويس حفرناها كان في ضحايا. النوبيين كانوا عارفين ان هم أوائل هؤلاء الضحايا، ويمكن اتعمق المعنى ده لأن احنا يعني ما قدرناش نوصل لمعنى ازاي انك تحس ان انت ضحية. لأن بعد هجرة النوبة حصلت عندنا 3-4 نوبة بعد دي، يعني النوبة هجرتها تمت لحد سنة 64 مظبوط. في الثلاث سنين لحد ما تلتفت وتحس ان انت ضحية ولا مش ضحية، فوجئ المجتمع المصري كله بان اتخلقت لنا 4 نوبه في سيناء في السويس في الاسماعيليه في بورسعيد، والناس دي كانت تدرك تماما انها قد هتعود لبلدها 100% هتعود لبلدها، سواء كافحوا ناضلنا حاربنا استردينا اراضينا بعد سنه بعد 100 سنه هترجع، لكن النوبه ما كانتش هترجع. ومن هنا اقدر اقول لك هي دي مساله التضحيه، ودي بدايه الاحساس بحته ان انا ازاي بقيت ضحيه. انا حاسس ان ده